اليوم راح نتعرف على المنازل الفخمة اللي يمتلكها ملك بوليود شاروخان، لكن قبلها أجاوب على أسئلتكم. أخبار جديدة عن جاسمين باسين. جاسمين قامت مؤخرا ببطولة أغنية فيديو كليب مع المغني روهان بريتسينك زوج المغنية المعروفة نيها ككر، والغريب أن نيها هي اللي قامت بإخراج الأغنية اللي صدرت يوم 28 سبتمبر الماضي على يوتيوب، وحققت لحد الآن 8 مليون مشاهدة. أخبار جديدة عن شيفين نارنج بطل مسلسل هوس مايا. بعد الوباء وانتهاء الجزء الثاني لمسلسل هوس مايا، ما قام شيفين نارنج ببطولة أي مسلسل، لكن في شهر أبريل الماضي بدأ تصوير دوره في فيلم جودباي بطولة أميتاب باتشان. وكمان هالسنة قام شيفينج ببطولة 5 أغاني فيديو كليب، آخرها أغنية صدرت في 15 سبتمبر الماضي واللي حققت لحد الآن 4,500,000 مشاهدة. وشاركت البطولة الممثلة مالفي كاراش اللي قامت بدور كارينا صغيرة في فيلم كابي خوشي كابي جم، والأغنية نالت إعجاب كبير لأن الرقصات اللي قام بها شيفينج ومالفيكا شبهها الجمهور بأغنية شاروخان وكاجول جيروا من فيلم هوم ديل فالي.